قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود، ويروى أيضا عن علي بن أبي طالب، الثلاثة. قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبكم طهرة ما تشبعش من كلام ربنا أبدا. مين يشبع من القرآن ولذة القرآن؟ عمر ابن المنكدر. قالت له أمه يا بني أشتهي أن أراك نائما. سبحان الله العظيم. شوف لما أم تقول لابنها أنا نفسي أشوفك نايم. أفتكر النهاردة بتقول له نفسي إيه؟ يا ابني نفسي أشوفك صاحي. أو واحدة تقول لزوجها أنا نفسي أشوفك وأنت صاحي.